السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز، معاكم فيديو جديد مهم جدا جدا المره دي، لان الفيديو ده النسبه الاكبر فيه فيديو شرح. الفيديو ده يا جماعه مش فيديو معمول للمبيعات. احنا النهارده هنتكلم عن حوامل الشاشات، ازاي تختار الحامل المناسب للشاشه بتاعتك، ازاي تختار الحامل المناسب لاحتياجاتك. طبعا احنا فكرنا في فكره الفيديو ده عشان بيقابلنا مشاكل كتير جدا، خصوصا طبعا اكيد في الاونلاين، اللي العميل بيبقى محتاج حامل الشاشة. بنحاول احنا نوصف له ان في حامل ثابت، في حامل متحرك، في حامل فراشة، فهو مش بتقدر توصل له الصورة كاملة، واكيد ده حقه علينا اللي احنا نشرح له على قد ما نقدر عشان يستفاد، فيقدر ياخد الحاجة المناسبة لاحتياجاته. يعني احنا عندنا حامل للشاشة بيبقى ثابت في الحيطة، في متحرك، في فراشة، في بيفور. طبعا في صور موجودة على الويب سايت او موجودة مع السيلز اللي مع حضرتك هيبعتها لك، بس في الاول وفي الاخر ما بتبقاش الصوره كامله. يعني في ناس مثلا تقول يعني ايه حامل متحرك 2 دراع، يعني ايه حامل فراشه. النهارده هنحاول باختصار شديد كده نشرح لحضرتك بالظبط انت هتحتاج ايه او ايه الفرق في الاسماء. وطبعا الفيديو ده مش لينا بس هنا في اسلام بهجت ستورز، احنا بفضل الله يعني حاجه تشرفنا اللي ناس كتير بقت بتثق فينا كمرجع كويس جدا على اليوتيوب لاي حاجه تخص الالكترونيات. الكاتيجوري اللي معانا النهارده مهمه جدا، حوامل الشاشات. لو حضرتك اول مره تشوفنا، احنا مجموعه محلات في المنصوره اسمها اسلام بهجت ستورز، عندنا توصيل وشحن الباب البيت في اي مكان في مصر بتكلفه رمزيه جدا. كل اللي عليك انك تجيب ارقامنا من تحت، اكلم الكول سنتر او تبعت له واتساب او انستجرام او تليجرام، هتقول له انا محتاج حامل شاشه كذا كذا كذا، هيبعت لحضرتك اللي موجود بمواصفاته بسعره بتكلفه الشحن لباب البيت. اول حاجه معانا حامل الشاشات الثابت. يعني ايه حامل شاشه ثابت؟ يعني انا هثبت الشاشه في الحيطه، مش هتتحرك يمين، مش هتتحرك شمال، مش هنزلها لتحت شويه، هي ثابته معايا نفس المستوى. الحامل ده طبعا موجود ومنتشر جدا في اي مكان، اللي هو زي الثلاث حوامل اللي موجودين دول عندنا. ادي اول مقاس، ثاني مقاس، ثالث مقاس. طيب احنا في حاجه لازم اقولها لحضراتكم بخصوص حوامل الشاشات، ما تاخدش بالكتابه اللي مكتوبه على العلبه، ودي امانه مهنيه لازم اللي انا اقولها لحضرتك. في غيري بيقولها وفي غيري مش بيقولها، في غيري ممكن يكون مش مختص بياخد بالكتابه. يعني احنا عندنا الحامل اللي فوق ده مثلا مكتوب عليه من 14 بوصه ل 42 بوصه، ده ما يشيلش الشاشه 42 بوصه اطلاقا، هيبقى غلط اكيد. فحضرتك حامل زي ده خصوصا ان فروقات اسعارهم بسيطه جدا، يعني وليكن ده مكتوب عليه شاشه حامل شاشه 14 بوصه، اصلا ما عادش في حامل شاشات 14 بوصه في مصر، يعني يعتبر اصغر حاجه عندنا ال 15 مش بتتباع خالص، بعد كده 17 في شاشات الكمبيوتر. طيب انت بتقول لي كده ليه؟ احنا سهلنا الموضوع شويه في الكاتيجوري عندنا على الويب سايت او في السيلز، اللي احنا ادينا لحضرتك اسماء مختصره عشان ما حدش ياخد علينا كلام غلط. ملناش دعوه بالكتابه اللي مكتوبه على العلبه. في حامل شاشه صغير، حامل شاشه وسط، حامل شاشه كبير. دول الثلاث مقاسات اللي موجودين عندنا، ودول الثلاث مقاسات اللي هتلاقيهم في اي مكان مع اختلاف الكتابه اللي مكتوبه عليه من بره. الحامل ده بيبقى مكتوب عليه من 14 ل 42، الحامل ده بيبقى مكتوب عليه من 32 ل 55، الحامل ده بيبقى مكتوب عليه من 32 لحد 80 بوصه. طب انت استخداماتك عامله ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده مقاس الحامل كده بيبقى جاي مع اختلاف الدراعات بتاعته. يعني انا عندي مثلا ده وده وده، دي كده الثلاث دراعات بتوعه اللي بيبقى موجودين معاه. انا بثبت الدراعين في الشاشه وبشتغل عادي خالص، وده وبركب الشاشه مفيش مشكله. ده كده الثلاث مقاسات اللي معايا زي ما احنا شايفين خامه الحامل كده. طيب خامه الحامل دي لما انا بمسكها، الصاج ده بيتصنع منه خامات، يعني انا برضو الحامل على قد ما اقدر احاول احس اللي هو تقيل. يعني في صاج ممكن يبقى 8/10 مللي، ممكن يبقى 7/10، ممكن يبقى 1، ممكن يبقى 1.2/10. انا مش هقول اسماء ومش هرشح شركه على حساب شركه ثانيه، انا بعمل الفيديو ده مرجع لحضرتك عشان تقدر تختار اللي انت محتاجه، تبقى فاهم اللي في حاجه اسمها صاج، في حاجه اسمها خامه الرش نفسه، هي مش بتفرق معاك لان الحامل بيبقى ورا الشاشه، بس طبيعي انها بتفرق في التكلفه. يبقى انا ابص على الرش بتاع الحامل نفسه، وببص على خامه الصاج وتقل الحامل وانا بشتريه. الحامل اللي فوق ده مقاساته لحد ايه؟ طبعا في شفت بعض الاعلانات كده مكتوب الحامل اللي عندنا مميز بميزان ميه وكلام زي ده، اي حامل موجود بميزان ميه عادي يا جماعه، واصلا ميزان الميه ده بيتباع لوحده، يعني ميزان الميه ده ب 5 جنيه يعني مفيش مشكله، ده موجود لوحده عادي، او بيركب على اي حامل كده هو موجود، يعني الميزان ده مش مميز للحامل، اي حامل موجود بميزان ميه. نيجي على تاني نقطه،
اول انت كده ما فهمتنيش برضو انا عايز ايه، معلش حاجات بتبقى مهمه لازم اقولها. اول حاجه ده المقاس اللي هو الصغير ده، لما انا هاجي هشغله المقاس ده بياخد معايا من اول شاشات الكمبيوتر اللي هي 17 بوصه 19 21، اقصى حاجه ركب عليه 32، ما ركبش عليه 42، يبقى من اول 17 لحد 32. نيجي على المقاس الصغير، نيجي على الوسط هلاقي مكتوب على علبته من 32 ل 55. ده بالنسبه لي يشتغل 42 32 42 و 43. طب انا لو جبت حامل شاشه، لو جبت شاشه 17 بوصه وركبتها على الحامل ده، والحامل ده بتاع 42 يشيل؟ اه طبعا هو اكيد بيشيل اكبر فهيشيلها، بس هيقابلني مشكله اللي انا هلاقي الطروف من الجنب كده ظاهره، يعني الشاشه معايا تبقى راكبه هنا كده والاقي الجنبين دول ظاهرين لان حجم الشاشه صغير. فانا بالنسبه لي ده الحامل الوسط ريكومندد 32 بوصه 42 بوصه 43 بوصه. طيب الحامل الكبير ده بقى بتاع ايه؟ الحامل الكبير ده معايا من اول 42 55 65 و70 ومكتوب عليه 80، بس انا مش برشحه لل 80. برشحه لل 80 لو الشاشه صغيره اللي هي الشاشه ال اي دي الحديثه جدا، بتبقى يعني رفيعه جدا جدا فبيبقى وزنها معايا خفيف يشيلها مفيش اي مشكله. في نقطة مهمة جدا لازم أقولها لحضراتكم، أنا مثلا دلوقتي في عميل ممكن يبعت مثلا للسيلز عندنا يقول أنا عايز حامل شاشة ثابت 55 بوصة. احنا في اسلام باكت ستورز بنحاول على قد ما نقدر نديك الحامل المظبوط، فمثلا هيبعت لك هيقول لك متوفر يا فندم حامل شاشه 55 بوصه، انا هقول سعر في الفيديو مفيش مشكله، بس ما تاخدوش عليها الاسعار لان الاسعار بتتغير. احنا بنعمل الفيديو ده في اخر سنه 2023، هيجي يقول لي اللي انا عايز حامل شاشه 55 بوصه، هيقول له متوفر يا فندم ب 200 جنيه، هيسال بيدج ثانيه او هيشوف على اي حاجه اونلاين انا محتاج حامل شاشه 55 بوصه، هيلاقي الصوره دي هيتقال له الحامل موجود ب 110 جنيه. يبقى انا ده عندي ب 110 وده عندي ب 200. حضرتك لما احنا قلنا لك ب 200 احنا قصدنا على ده، وحضرتك لما اشتريت او سالت او شفت كان قصدك ده. يبقى ناخد بالنا من الكتابه اللي مكتوبه على الحامل ومقاس الحامل نفسه، مقاس الحامل نفسه. ثانيه واحده هقيس لكم الحامل بمتر عشان نعرف مقاسه كام بالظبط. تمام؟ ادي المتر معانا. اول حامل اللي هو الصغير ده بيبقى كده كام؟ بيبقى معايا 8 او 29 سم، 29 سم كده كام؟ 20 سم. يبقى ده الحامل المقاس الصغير اللي معايا لحد 32 بوصه. الحامل ده كده كام؟ ده كده 47 سم، يشيل معايا برضه في 20، يشيل معايا لحد 43 بوصه وما نشيلش عليه شاشات 55. انا ماليش دعوه بكلام حد، انا بقول لحضراتكم ايه ليه ضميري واللي المفروض اللي احنا اتعلمناه في الشغلانه دي. يعني الحامل الاخير اللي هو الكبير معانا لحد 60 سم، وبرضه هتلاقيه نفس المقاس لانه مقاس يعتبر ستاندر 20 سم. يبقى انا بالنسبه لي دي مقاسات الحوامل الفعليه. الاونلاين بيختلف عن البيع في المعرض، الاونلاين حضرتك بتشوف صوره فقط، انا ممكن اعرض لك صوره المنتج ده وابعت لك صوره المنتج ده. يبقى حضرتك المفروض تعرف مقاس الحامل بتاعته، الدايمنشنز بتاعته كلها، عرض في ارتفاع. بالاضافه لده كمان السمك بتاع الصاج نفسه يبقى 1 مللي، يبقى 1.2 مللي يكون صاج محمل. ده كده بالنسبه لحوامل الشاشات الثابته. نيجي بقى على حامل مهم جدا جدا، يعتبر من الحوامل الثابته بس متحرك راسي. يعني ايه يعني ايه الحامل ثابت بس متحرك راسي؟ الحامل ده فكره بسيطه جدا جدا جدا، فكره مقتبسه من الحامل الثابت والحامل المتحرك. طب انا ككاستمر ده يفيدني في ايه او هستفيد بايه؟ حضرتك الشاشات الكبيره ما بيبانش الكلام ده في الشاشات الصغيره، يعني في الشاشات الكبيره من اول 43 بوصه مثلا او 65 بوصه بالذات، يعني 55 المقاسات دي، انا باجي اركب الشاشه على مستوى نظري فممكن الحامل يركب فوق شويه او يركب تحت شويه، فبحس ان فيه ضبابيه في الصوره، يعني ببقى عايز الشاشه تبقى عامله كده بكيرف سنه لتحت او ممكن العكس بكيرف سنه لفوق. طب احنا بنعالج النقطه دي ازاي؟ بنعالجها بالحامل اللي هو اللي معانا ده، ده اسمه حامل ثابت بتحرك راسي. ده نفس فكره الحامل الثابت الكبير اللي هو اللي احنا شرحناه اللي هو لحد 80 بوصه، بس ده بيزيد معايا ان الدراعات بتاعته بتبقى فيها تحكم راسي. يعني ايه تحكم راسي؟ بتبقى بالمنظر ده كده، اقدر ان انا احرك الحامل سنه لفوق سنه لتحت.
فانا بثبت الشاشه عادي، وبعد كده بحرك الشاشه على المستوى اللي انا عايزه، بخلي بقى الشاشه بالنسبه لي ايه، تبقى عامله كده، تبقى عامله كده، تبقى عامله كده، المستوى اللي انا عايزه. الواحد ملي او الاتنين ملي الميول ده بيفرق معاه جدا جدا في الصوره. يبقى كده ده معانا فكره الحامل التاني غير الثابت، عندنا ثابت وعندنا ثابت متحرك راسي. الحوامل المتحركه، الحوامل المتحركه دي لعبتها كبيره جدا جدا جدا، وفي منها شركات واشكال ومقاسات وكل زي ما انت عايز تقول تقول. انا صعب ان انا احصر اي حامل، او صعب ان حضرتك تبقى يعني تاخد مني كلام في الفيديو ده اللي انا عرضت كل انواع الحوامل المتحركه. طب انا دلوقتي انا محتاج الخلاصه، يعني محتاج انا اشتري حامل، انا مش عايز اتفرج على فيديوهات كتير، او مش عايز الف في معارض، انا عايز اشوف الحامل اللي انا عايزه ده يخلي الشاشه بتاعتي متحركه. هختصر لحضرتك الموضوع باختصار شديد جدا. لو حضرتك شاشتك صغيره، شاشه كمبيوتر 17 بوصه 19 بوصه 21 22 لحد ال 32، هتاخد حامل اسمه حامل فراشه. حامل الفراشه بيبقى معانا، هاتوا كده في الفيديو، بيبقى معانا بالشكل ده. حامل الفراشه ده فكرته سهله جدا، هو حامل كده بيبقى باتنين، بيبقى بدراع، وفي بعض الاعلانات شفتها بيقولوا اتنين دراع، لان ده كده لانه دراعين، ده يا فندم اسمه دراع واحد، بيبقى بالشكل ده من قدام، موجود في كل انواع المسامير المتاحه في اي شاشه، اقدر اركب اي شاشه عادي، ده كده اسمه حامل ايه؟ فراشه. حامل الفراشه ده في منه نوع مصري، ارجوك ما تشتريهوش لانه تقفيله يعني صعب جدا. مش في الحوامل، في حوامل مصريه ممتازه وموجوده عندنا، بس انا بتكلم على حامل فراشه. في نوع منتشر في السوق المصري علبته حمراء، النوع ده فعلا فعلا لو حضرتك شفته هتلاقيه ضعيف جدا جدا جدا، بس ده اخره يشيل الحامل الشاشه مثلا لو 17 بوصه. الحامل ده ممكن حضرتك تشتريه مصري يكون تقيل او يكون مستورد، مصري تقيل او يكون مستورد، بيجي بالشكل ده كده، واللي في ايدي ده دلوقتي وانا بتكلم ده مصري يا جماعه مش مستورد، يعني اللي انا ماسكه في ايدي ده بسم الله ما شاء الله ده تقفيل مصري، مصنع محترم. بنشوف احنا المصانع بتاعته عامله ازاي، المسامير بتاعته عامله ازاي، بيثبت في الحيطه بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده كده، وبيتحرك معايا، بركب انا شاشه عادي خالص وبيتحرك معايا. ناخد بالنا من حامل الفراشه، شايفين لو شايفين الشكل ده هنلاقي فيه التحريك اللي هو الرأسي اللي قلت لحضراتكم عليه، يعني انا ممكن اللي انا اسيب المسمار ده كده طلع معايا كده شويه وطلع عملت معايا كده شويه، تمام؟ بعد ما اثبت الشاشه، طبعا الكلام ده بيفرق في شاشات الكمبيوتر اللي هي 17 بوصه والكلام ده او 20 بوصه. ده كده بالنسبه لحامل الفراشه. طيب الحامل التاني انت قلت عليه ايه؟ حامل اسمه بي 4. البي 4 ده عشان اختلف فيه اراء كتير جدا، في ناس بتبقى عايزه فيه النورس بايو او عايزه فيه شركات معينه. الفكره كلها يا جماعه في الشكل بتاع الحامل او درجه تقفيله او متانته. البي 4 نفس فكره الحامل الفراشه بس على حاجه على كبير شويه، في ناس خدته على 55 بوصه واشتغل مفيش اي مشكله فيه، وفي معظم الناس بتشغله على 42 43 بوصه او حتى لو الشاشه 32 بس عايز حامل يكون تقيل. بيجي بالشكل ده، بيجي تغليفه من ورا كده، انا بركب المسامير في الحيطه مش بتبان معايا بقى المسامير خلاص، انا ثبتها كده خلاص. لو هعدي كابل كهرباء او هعدي كابل اتش دي بيبقى معايا جراب، بركب اللي انا عايزه هنا، بعد كده اغطي الجراب كده بالظبط، معايا جراب فوق ومعايا جراب تحت ومعايا جراب هنا، بيجي بالشكل ده كده من قدام. حامل ما شاء الله تقفيله محترم جدا، هاتوا من ورا برده وشوفوه. بنسبه كبيره جدا ده الحامل الافضل للشاشات ال 42 بوصه 43 بوصه او 55 بوصه بس حديثه، عشان يبقى وزنها خفيف. وانا برده ما رشحهاش لل 55، انا رشحه لحد ال 43. ده كده بالنسبه لفكره الحوامل المتحركه اللي هي الفراشه او البي 4 اللي بيتقال عليه. بالنسبه بقى للحوامل المتحركه اللي بتبقى بادراع، يعني ايه بادراع؟ هتشوفوا اعلانات عندنا في اسلام باكت سورز او في اي مكان تاني مكتوب فيه حامل متحرك شاشه 2 دراع، حامل متحرك شاشه 1 دراع. زي ما احنا قلنا لحضراتكم احنا هنا هنوري، تعالى كده قرب معايا نوريهم بس شكل الحامل عشان يبقى الكلام بالظبط واضح. ده الحامل معايا هنا اهو، هات كده من فوق معلش كده واضح ولا لا. ده كده يا جماعه 2 دراع، شايفين ده 2 دراع. في حد بيجي يقول يعني ايه واحد دراع ويعني ايه اتنين دراع؟ ده كده دراعين اهو. في نفس فكره الحامل ده بس احنا في اسلام باكت ستورز مش بنجيبه خالص، تمام؟ بس ممكن تلاقيه بره ويشتغل عادي مفيش مشكله، يعني حضرتك لو جبت حامل بدراع واحد يبقى تشغله على شاشه 32 بوصه مثلا. بس في نفس الوقت انت لو جبت حامل بدراع واحد
هي يعني هيبقى زي الفراشه او البي 4 اللي احنا وريناها لحضراتكم. ده كده حامل وده كده حامل، ده برده قرب كده معايا من فوق، ده برده كده 2 دراع زي ما احنا شايفين اهو، ده 2 دراع وده 2 دراع. ايه الفرق بين ده ومن ده؟ نفس الفكره في الحامل الوسط والحامل الكبير. هقول لحضراتكم بس يعني احنا باختصار شديد بنحاول نبسط الفكره لحضرتك. احنا قلنا في الحوامل الثابته في اول الفيديو اللي كان فيه صغير وسط وكبير، لو الصغير بمقاساته هستخدم الفراشه او البي 4، طب لو وسط هستخدم الوسط في المتحرك الاثنين دراع، طب لو كبير يبقى هستخدم الكبير المتحرك الاثنين دراع. وكفى المؤمنين شر القتال، هو ده اختصار الحوامل، مفيش اي حاجه تانية خالص. انا عندي ثلاث حوامل ثابتين، ثلاث انواع حوامل او اربعه متحركين، وحامل عندي لو انا هضطر ان انا هعمل الشاشه هتنزل سنه كده او هتطلع سنه كده. الموضوع سهل، الموضوع بسيط، ما فيهوش اي حاجه. الحوامل المتحركه بتيجي بالدراعات اللي احنا قلنا عليها اللي هي زي دي كده، اللي هي اللي فيها التحرك الراسي، يعني اي حامل من الحوامل دي بيجي باللي هي فيها تحرك راسي. طب نقيس دول بسرعه كده عشان ما ننساش. الحوامل اللي هي زي دي المتحركه هنلاقيها مقاسها قريب جدا من الثانيه، الوسط عندنا 47، طب الوسط اللي احنا قلنا عليه هنا كان في اول الفيديو 47، يعني انا بالنسبه لي ده يعتبر ده بس متحرك. طب هنيجي على ده 64، زاد معايا حاجه بسيطه جدا لان يعني احنا قلنا الحامل اللي هنا معايا 60 ومعايا الحامل الثاني 64. الحامل اللي هو ال 64 ده اللي هو انهي؟ اللي هو الحامل اللي موجود معايا بيشيل شاشات لحد 75 بوصه. يا رب اكون قدرت افكه على قد ما اقدر، ولو عندك اي استفسار او حاجه اعذروني انا نسيت اقولها حطها في الكومنتات وهنرد عليك في اسرع وقت. محتاج تعرف اي حاجه عننا، منصات السوشيال ميديا بتاعتنا موجوده تحت الفيديو، ونتشرف بخدمتك في اي وقت خلال مواعيد العمل من الساعه 12 ل 9 ما عدا يوم الجمعه من الساعه 3 ل 9. اسلام بهجت ستورز، احنا بيكو وبفضل الله اصل الكترونيات. شكرا.